طيب، تمكن القوات الأوكرانية من صد هجوم ومحاولة لتمدد القوات الروسية في دونيتسك، هل ترى بالفعل بأن القوات الأوكرانية إذن تبرهن بأنها قادرة في الفترة الحالية على صد هذا التمدد الروسي؟ هناك مقاومة شرسة جدا من القوات الأوكرانية في دونيتسك وبعض المناطق الأخرى، والحقيقة تنبع هذه المقاومة الشرسة ليس فقط من فكرة السلاح، فكرة أن المقاتل الأوكراني بيدافع عن أرضه على عكس الجندي الروسي الذي يعلم جيدا أنه يعني قادم غازيا ليحتل هذه الأرض. فلذلك نرى هذه المقاومة الشرسة رغم طبعا الفارق الكبير بين القوة الأوكرانية والقوة الروسية، لكن إيمان المقاتل الأوكراني بالدفاع عن أرضه والدفاع عن بلده هو ما أحدث كل هذا الفارق. يعني على ذكر هذا الأمر، الصحافة البريطانية تشير إلى أنه في الشهر الأخير في اليوم الواحد كان يعني يسقط ما بين قتيل وجريح حوالي 500 من الجنود الروس، كيف تعلق على هذا الرقم الكبير وفقا للإحصائية البريطانية؟ والله ده رقم كبير جدا، يعني عدد كبير جدا، يموت 500 جندي في يعني يوميا. أعتقد أن هذا الرقم صحيح، أعتقد أن يعني هيبقى صعب جدا روسيا يعني تستمر في هذه المعركة. طب هل نأخذ هذه الأرقام للضحايا الروس من الإعلام الغربي أم من الإعلام الروسي، أم لا نأخذ من هنا أو من هنا، لأنه يبدو بأن هناك تضارب في الأنباء ما بين كلا الطرفين حيال الخسائر؟ أعتقد أن يعني كلا الطرفين بيبالغ بشكل كبير في الأرقام، يعني يجب الاعتماد على مصادر مستقلة، لكن المصادر الغربية في بعض الأحيان تبالغ في الخسائر الروسية، وبالنسبة لوزارة الدفاع الروسية يعني لا تذكر أي خسائر على الإطلاق، يعني بتتحدث فقط عن الخسائر الأوكرانية، وكأن روسيا ليس لديها أي جيش، ويعني هي يعني فيعني أعتقد أن المصادر المستقلة ممكن أن تكون أكثر حيادية وأكثر دقة، وأعتقد أن فكرة الإعلام الغربي يبالغ وأيضا الإعلام الروسي يبالغ.